هذه الجماعة اللي صفونا لهذا اللقاء، هذا اللي صفونا لهذا اللقاء، هذا ما بحلال قدمونا بليل جابوا ما كان يدير بحلال ولا قادر يجوا مع بعض بعض والنايميات الطيب والطعام وشات رجالة والكلمات اللي قالوا في الآية ثلاث كلمات صالحين للبلاد ومحتاجتهم البلاد كل الناس يجاب ما يتقدموا معاه وفي السلطة يتقدموا معاه يقولوا في الطريق مناش عاطين العبر السبيل حقهم. فهذه ياسر بن العليا قالها قالها من 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 قلبه ومحتاجين كاع وناس طارة قريبهم يامروا بالمعروف وينهوا المنكر. ربي يوفقكم الخير، ربي يرزقهم الخير، واللي يبطلوا ربي يكرمهم، واللي تعبوا قلبوا ربي يغلبانهم.